الماء راه في نقصان، وخير دليل هو هذا العام اللي كنعيشوه في هذه المرحله. هرش مصطفى فلاح، منطقه الباركيين، اقليم برشيد، عماله برشيد. كنديروا مهنه ديال الفلاحه، عندنا ليرفاج، الحبوب وشي ديال الخضروات. هذه المده ديال عامين كنا نسقنا مع المنظمه التغذيه والزراعه باش نديروا واحد المدرسه حقليه هنا في المنطقه، اتجهنا للزراعه ديال الذره باش نحاولوا نبسطوا التقنيات للفلاح بواحد الطرق اللي هي بسيطه وفي متناول الجميع. بحيرات الباطنيه بدات كتضعف، لان كاين هناك واحد، ماشي نقولوا حنا واحد الاستهلاك اللي هو مفرط، ولكن واحد كاين واحد الاستهلاك اللي هو عشوائي، لان ما كاينينش تقنيات اللي هي بسيطه باش تحاول تحافظ على ذاك الماء وتحاول تسقي بواحد الكميه قليله كتستافد انت كماديا وكتستافد النبته بداك الماء اللي خاصها. اتجهنا لواحد المدرسه الحقليه اللي كنا حطيناها هنا في هذه المنطقه اللي هي عندنا هنايا، وحاولنا نجمعوا الفلاحه هنايا وباش نلقنوهم كما نقولوا حنا ابجديه السقي بالتنقيط. درنا واحد الحقل شاهد اللي خدمنا عليه، هذاك السيد خدم عادي وحنا خدمنا بهذه التقنيه، تلقينا راسنا بان وفرنا نصف الكميه ديال الماء وعاد زيد المردوديه طالعه. انت عندك واحد النظام ديال السقي اللي خاصك تتبعيه، تبقى متبعيه، مثلا كتسقي يوميا بواحد الكميه قليله وكتعطي حاجيه الماء قد ما النبته كتطلع وانت كتعطيها الحاجيه ديال الماء. لقينا تقريبا اللي كتوفرت شي تقريبا توفرت بين 5000 درهم و 4000 درهم في الهكتار اللي توفرت لنا، ولكن هادشي كلشي بفضل ديال المدرسه الحقليه اللي كان عندها واحد الوقع على الفلاحه واستافدوا منها، وكنتمناو التعمم في جميع الفلاحات وفي جميع المناطق ديال المغرب.